يا أستاذ سامح، بعرض النور تخليني أقدم الامتحان بشرفي ما بعيدها. احترم كلامك، احنا مش في الشارع. بتقعدش تنظر علينا، روح شوف ابنك بساحة المدرسة عامل اللي فيها رامبو. سليم سليم يا بابا، الولد كان دايما يسب عليك وانا سكت له، بس مش قادر استحمل. بدخل الولاد يقولوا عني طنط يعني. نفرض ان هذا الولد ضربك بسكينه وقتلك، شو هالحكي يا بابا؟ وائل اخذ البسكريت من بشار، وهذا ابنك فكفكوا عجل البسكريت ويدحدلوه من راس الطلعه. المشكله انه ما حدا بيعرف وين باع البسكريت.